يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. أكيد مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة باليوم الوطني العماني 52 اللي نحتفل فيه وياكم من قناة الظفرة وتحديدا من برنامج مساء الإمارات. والحين نروح لفقرة فنية إماراتية للاحتفال بهذه المناسبة. فالموسيقى أكيد هي لغة عالمية تربط الشعوب ببعضها البعض، فكيف إذا كان الشعبين شقيقين مثل الإمارات وسلطنة عمان؟ فالشعبين الإماراتي والعماني مرتبطين ببعضهم البعض في أمور كثيرة، ومنها الموسيقى اللي تتشابه إلى حد كبير. بالفعل عبيل، نفس ما ذكرتي، والموسيقى أيضا استفاد منها الموسيقيين في البلدين للتعبير عن العلاقة والمحبة القوية اللي تربط الإماراتيين والعمانيين، وهذا أكيد اللي بنسمعه اليوم في الاستديو مع ضيفنا الفنان الإماراتي علي الزعابي. مساك الله بالخير أخوي علي. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا بك. بداية نبغى من كلمة وتهنئة خاصة لإخواننا في عمان بمناسبة اليوم الوطني 52. أهني وبارك سلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعب. نعم. ينعاد عليهم إن شاء الله العيد كل سنة إن شاء الله بالأفراح والأمن والأمان. آمين يا رب. في ظل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. أكيد، ونحن نضم صوتنا لصوتك ونهنيهم ونبارك لهم. أكيد يعني. أكيد يعني من بعد سماع هاي الكلمات الجميلة، شو رأيك تسمعنا مع إن شاء الله؟ فضل. ملبسي يا عمان ملبوس الهنا، بنزف بك هيثم قايدنا العريس. قوم البسي يا عمان ملبوس الهنا، بنزف بك هيثم قايدنا العريس. وبنزينك بحلى ورود عندنا، لج ترخص الأرواح والغالي النفيس. بنزينك بحلى ورود عندنا، لج ترخص الأرواح والغالي النفيس. لج ترخص الأرواح والغالي النفيس. يا زينة الزينات ودك ودنا، مع حضرة السلطان في عيده جليس. يا زينة الزينات ودك ودنا، مع حضرة السلطان في عيده جليس. واستبشروا بالعيد شعبك بالغنى، عاشت عمان العز وهيثم الرئيس. واستبشروا بالعيد شعبك بالغنى، عاشت عمان العز وهيثم الرئيس. عاشت عمان العز وهيثم الرئيس. أبدعت أبدعت الفنانة وعاشت أكيد عمان العز وهيثم الرئيس. أخويا يعني لو تخبرنا أخوي علي عن التشابه بين الموسيقى والأغاني والفن بشكل عام الإماراتي والعماني، في دائما يعني ترابط تقارب بين الشعبين، انعكس هذا على الثقافة والفن، كيف تشوف هذا من وجهة نظرك كفنان وعازف؟ واحد متشابه. نعم، كل واحد يعني نفس العادات نفس العادات والتقاليد نفس يعني. وهل نفس العزف يعني هل في طبقات مختلفة ولا بعد نفس الميلودي أو شو يسمونه النسق الموسيقي؟ نفس الشيء، ما في تغيير يعني. نعم نعم. طيب نسمع منك أغنية عمانية إن شاء الله وطنية. يا علم عالسلطنة بعز وافراح، خفاق رفرف عالقصر والمباني. لو ما تهزك يا علم نفحة رياح، جا
جنح بروحك دون شرط اليماني، لجل الذي له ود صاطي في الأرواح، هيثم يلي المجد لعمان باني، لجل الذي له ود صاطي في الأرواح، هيثم يلي المجد لعمان باني، لموقفه مرفوع بين الدول باح، وفعلا في حاضرنا صبح له بياني. أبدعت أبدعت فنانة علي الزعابي، تسلم ايدك، فعلا ألحان وأغاني جميلة الأستاذ علي الزعابي، كل الشكر لك على وجودك ويانا ومشاركتك ويانا في هاي الفرحة الكبيرة. شكرا، شرف لي، شكرا، يا مرحبا. طبعا